الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد يعني تجعله للبيع والشراء. خرج بهذا أشياء تقتنيها، لديها الشيخ بدر لديه 20 سيارة مرسيدس، هل ينوي بها التجارة؟ قال لا، هو يستعملها. نعم. From Jürgen, wo man schon auch daraus Zakat zahlen muss, ist auch durch die Summe, Brachsumme. Hätte man zum Beispiel Geld zur Verfügung zum Handel, dann muss man natürlich daraus Zakat zahlen. Hätte zum Beispiel man Viecher oder sag ich mal Auto zu besetzen oder zum bewahrten Nutzung, dann muss man natürlich das nicht oder aus dieser Summe auch Geld zahlen. لكن أخذ هذه العشرين السيارة وضعها في معرض وأراد أن يبيع هذه العشرين كاملة. الآن أصبحت عروض تجارة لابد فيها من الزكاة. لديه محل لبيع مواد البناء. Ein Geschäft, Baustoffe zu bezahlen, zu verkaufen. Supermarket. Supermarkt. لديه مثلا محل بيع الساعات. Hat man schon mal Schmuck geschäft. النظارات، الملابس. Brillen, Kleidung. ماذا يصنع؟ كم تساوي هذه؟ ويقسم على 40 بالمئة الحاسبة يخرج مقدار الزكاة فيها. نعم. Dann schaut man einfach, wie viel das Ganze kosten soll. Und werden durch 40% addiert und das ergibt sich auch. نعم. يبقى معنا من الأموال التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى في المراعي التي ليس لها أحد دون أن تشتري لها علف. نعم. هذه تسمى السائمة. Von Viecher, die schon frei fressen. Das heißt, sie müssen nicht gefüttert werden, sondern sie laufen frei und essen einfach frei in der Natur. Oder wie zum Beispiel. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل الجمال والبقر والجواميس والغنم ماعز وضأن. هذه فيها الزكاة. مقدار الزكاة فيها يعني نحن لن نذكر الآن مقدار الزكاة لأن هذا يحتاج إلى يعني كبير بحث، ونحن نختصر في بهيمة الأنعام وكذلك في الخارج من الأرض. هذا الرابع، الخارج من الأرض يعني الحبوب والثمار. الحبوب مثل القمح الشعير. Getreide wie Weizen, Getreide, Weizen, Dinkel und so weiter. والثمار مثل التمر. Und Früchte wie Datteln. هذا فيه الزكاة. وينظر بعد هذا إلى مسائل في النصاب وكذا لن نذكرها الآن. نعم. Da gibt es natürlich andere Fälle, die man noch nie nicht erwähnen muss. Aber wir kommen wieder zurück zu den drei, die Viecher, die man schon hat, sei es Kamele oder Büffel oder Koch oder Schaf oder Ziege. Wie kann man das Zakat bezahlen? نعم. ندفع الزكاة إلى من؟ نعم. An wem muss man die Zakat zahlen? لأصناف ثمانية. Acht Leute, die schon das ذكرهم الله سبحانه وتعالى. إنما الصدقات يعني الصدقة محصورة في هؤلاء الثمانية للفقراء. نعم، محصورة في هؤلاء الثمانية.
من هو الفقير؟ نحن الآن دائما عندنا الاعتبار بالسنة الهجرية للسنة الميلادية في الشريعة. نعم. فنعطي هؤلاء من الزكاة ما يكفي لسنة هجرية كاملة، لأن الزكاة تأتي كل عام. نعم. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد شيء، مثل ما تقول على الحديدة، يعني ما يجد شيء أبدا. نعم. أو يجد ما يكفيه لأقل من نصف سنة. يعني مثال الآن، يكفيه هذا الفقير في سنة كاملة 1200 أورو مثلا. قال هذا يكفيني 1200 يورو في السنة. نعم. طيب لديك منها شيء؟ قال لا، ليس لدي شيء، فهو فقير. لديه 500 يورو، أقل من السنة، لأن نصف السنة 600 أورو وهو معه 500 أورو، فهذا معنى أنه فقير. نعم. المسكين أعلى من الفقير، لديه مال لكن لا يكفيه لسنة، لديه مال يكفيه لأكثر من نصف سنة. يعني لديه مثلا 700 أورو وهو يحتاج إلى 1200. نعم. إنما الصدقات للفقراء، يعني نعطي الفقير ونملكه، الزكاة والصدقة. كذلك الصنف الثالث، من يعمل في جمع الزكاة. لكن من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يعينوا من قبل السلطان. نعم. Auftrag von dem Führer oder vom Sultan oder von der Regierung bekommen haben, dieses Geld zu sammeln. لكن هذا عين رئيس جمعية المسجد في جمع الزكاة. Es gibt aber was anderes, dass hier zum Beispiel intern der Vorstand von dem Moschee hat jemand beauftragt, Geld zu sammeln zum Beispiel Freitag. فجمع 1000 Euro. وقال لي 10% أنا من العاملين عليها. نقول لا، العاملين عليها من يوليهم السلطان. نعم. الرابع، المؤلفة قلوبهم، يعني هناك أناس حديثي عهد بالإسلام، نعطيهم من الزكاة حتى يكون هذا سبب لبقائهم في الإسلام. لكن عندنا إشكال في هذه المسألة عندكم، ما أدري لماذا. نعم. بعض الناس له في الدخول في الإسلام 4 سنين.
يا أخي تعلم التوحيد، لابد تتعلم التوحيد، معنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله. كيف تكون مسلم وأنت لا تعرف الإسلام ولا تعرف التوحيد؟ يقول أنا مسلم جديد. كيف مسلم وأنت لا تعرف التوحيد ولا الإسلام؟ نعم. تجد بعض الناس يا أخي لماذا لا تصلي؟ ينكر عليك البعض، قل لا لا تكلم هذا، إيش؟ قال هذا مسلم جديد. طب مسلم جديد مجرد ما يدخل الإسلام بعد هذا يؤمر بالصلاة، قال لا مسلم جديد تتركه. نعم. Menschen, die neu im Islam sind, beten aber nicht. Und sie sagen, und dann, wenn jemand die fragt, warum betest du nicht, sagt er, ich bin halt neu im Islam. ويعطوه من الزكاة أيضا. Und manche Menschen auch beeilen sich auf ihm Geld zu geben. Und sagen, ihr Zakat. طيب كان الصحابة رضي الله عليهم يدخل الواحد منهم في الإسلام وما أحد يقول لهذا أن هذا مسلم جديد أو كذا أو كذا من أشياء اللي يصنعها الناس اليوم. نعم. ستة أشهر مسلم جديد، أربع سنين مسلم جديد، إذن القديم كم يعني؟ نعم لا أدري. ثم قال الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني نعطي السيد الذي لديه عبد، نعطي السيد مال حتى يعتق العبد. نعم. Die vierte Sorte, die schon betrifft sind, das sind Opferrekab. Das heißt, für den Herren, die schon Sklaven besessen, was wir heute nicht haben, wenn jemand einen Sklave hat, dann sollen wir diese Zakat zu seinem Herrn dieses Geld geben, damit er später diese Leute freilassen kann. وبهذا نعلم أن هذه الشريعة جاءت لإزالة الرق، لأن الشرع يتشوق ويتطلع لخروج الناس من الرق. نعم. Daraus ziehen wir eine große Lehre, warum Scharia barmherzig ist, ne? Unser Scharia, der Islam, weil der Islam einfach den Menschen von Sklaverei befreien will. من الذي يعطيه المال؟ العبد أو السيد؟ Bekommt das Geld? Der Herr oder der Sklave? نعطي السيد. Geben den Herrn. لأن لا نستفيد شيء إذا أعطينا العبد، أعطينا العبد العبد بأكمل ملك للسيد، ما يصلح هذا. نعم. ثم بعد هذا الغارمين، الغارمين من عليه دين لا يستطيع أن يؤديه. Die fünfte Sorte sind Al-Gharimin, das sind Menschen, die schon Schulden haben. مثال. الآن الشيخ بدر أمرك لله اشترى سيارة بورش. نعم. Beispiel, ein Bruder hat ein Bosch gekauft. وعليه قسط، لابد من دفع القسط في كل شهر 3000 أورو. فهو يأتي إلينا هنا في المسجد يقول والله أنا غارب ما أستطيع أن أدفع قسط البورش. نعم. فهل هذا غارب؟ أو إنسان عليه دين، إنسان عليه دين، الشيخ بدر يعمل في شركة يدفع له في كل شهر 10,000 أورو. وقيمة البورش 300,000 أورو. فهو الآن يقول أنا غارب
علي لشركة البورش 300 ألف أورو وراتبي 10 ألاف أورو. نعم. إما أن يبيع السيارة أو يقسطهم، لا إشكال لديها الآن في هذا، ليس بغالب أصلا. نعم. Wahl, entweder verkaufst du das Auto und tilgst du deine Schulden oder ja, verkauf Porsche. Nein. إذن الغارم الذي عليه دين لا يستطيع أن يؤدي، إما أن ليس لديه راتب أو لديه راتب قليل، وهذا الأمر الذي كان بسبب الدين ليس عن إسراف، أو أراد أن يزيد عن حال من هو مثله. نعم. In Wirklichkeit, Menschen, die schon Schulden haben, das sind diejenigen, die wirklich aus Not Geld geliehen haben und können auf dieses Geld nicht weiterzahlen. نعم, لماذا يركب بورش؟ Warum sollte man vielleicht ein teures, großes Auto kaufen? نعم, يركب سيارة, يركبها الناس وكذا وتصلح له أنت ذا لا لابد أن يرتفع، ما يصلح هذا. نعم. نعم. وعندنا غارم، هذا نوع من الغرم يكون عليه دين، كان يكون مثلا يعني دخل إلى المستشفى وضع عليه تكاليف العلاج مثلا. نعم. Jemand, der schon mal in einem Probi ist und bräuchte auch Medikamente und auch diese Medikamente auf seine Tasche zahlen. طيب أو غارم، النوع الثاني من الغارمين، جاء حصلت خصوم بين فلان من الناس وفلان، فتدخل الشيخ بدر وقال أن أصلح بينكما، واضطر أن يدفع مال للصلح بينهما، فهذا غارم نعطيه من الزكاة. نعم. نعم، لأنه دفع مال حتى يصلح بين اثنين. نعم. الغارمين also diejenigen wirklich die schon diese Zakat bekommen können dürfen wenn jemand zwischen zwei Parteien schlechten und musste einfach besuchen macht sich zum Beispiel versöhnen und musste aus seiner Tasche Geld zahlen, damit auch, sag ich mal, beide sich versöhnen können, dann sagen wir, okay, wie zahlen wir das Geld? Ja, du hast recht drauf. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، هل في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير أو في سبيل الله الجهاد في سبيل الله؟ لو قلنا أنه في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير، هذا معناه أنه لا فائدة من قول الله سبحانه إنما الصدقات للفقراء المساكين، كان الآية تكون إنما الصدقات في سبيل الله، إذن هنا في سبيل الله الجهاد فقط. نعم. Und ist auch mit Kampf verbunden. Also man kann nicht nur sagen, es ist für Allah subhanahu wa ta'ala, aber das heißt, es ist für jeden Menschen, der schon mal gute Taten verrichten will. Nein, es ist verbunden. Wenn jemand kämpft für Allah subhanahu wa ta'ala, also die Kämpfer, und die brauchen Ausrüstung, dann muss man natürlich für die Geld zahlen. لكن هذا الجهاد لابد يكون جهاد حق له راية واحدة وخليفة معروف مبايع من قبل أهل الحل والعقد يعني العقلاء. يعني ممكن أنا الآن أقول لكم تبايعوني على السمع والطاعة والخلافة أنا الخليفة. نعم. توافقون؟ ما يمكن. هل
كل ما يظهر إنسان ويقول أنا الخليفة يبايع؟ لا. لابد أن يجمع اتفق عليه أهل الحل والعقد، يعني الذين لهم رأي ومشورة وعقل وعلم، يجب اجتمع عليه كما اجتمع الصحابة رضي الله عليهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Kalifa wird nur von bestimmten Gruppen oder bestimmten Gelehrten, einfach die in der Lage sind, die Wissen besitzen und einfach das Wort haben in der Gesellschaft oder in der Stamm, wo sie sich befinden, wird auch dieser Führer von denen gewählt, dann ist er Führer für alle, also für diese Gruppen. وقد يعطي هذا المال إلى الرافضة. نعم. يعطي هذا المال في سبيل الله إلى من هم ليسوا من أهل السنة أصلا والجماعة. نعم. يعني أنت الآن عندما تريد تخرج الزكاة ما تعطيها إلا إلى المخالفين لأهل السنة والجماعة. نعم، تعطيها الرافضة، تعطيها من هم يستعملوا هذا المال في قتل المسلمين أو قتل المعاهدين. نعطيهم المال. لا، ما نعطي رجل، اتق الله. نعم. Also natürlich ist es nicht angebracht, dieses Geld für Raub, die genannten Scheriten, einfach das Geld zu geben, damit wir uns später uns töten. Das ist nicht angebracht. Nur weil Muslime genannt sind, das ist nicht angebracht. نعم. ثم قال وابن السبيل ابن تقول فلان ابن فلان صحيح بدر ابن اسم والده بدر بن احمد لكن ابن السبيل لم ينسب الى ابيه هذا نسب الى احمد الى ابيه لكن ابن السبيل نسب الى الطريق لم ينسب الى ابيه لماذا لانه خرج عن بلده نعم Das sind Ibn Sabil Ibn Sin, also wortlich übersetzt, Ibn ist der Sohn und Sabil ist der Weg. Das heißt, er hat keinen Vater, also ist nicht nach seinem Vater genannt, sondern nach dem Weg genannt. Das heißt, es betrifft die Reisenden. وهو الغريب الذي خرج عن بلده وأدركته حاجة. نعم. Das sind diejenigen, die Länder oder Städte verlassen haben. قد يكون له مال في بلده لكن هو الآن هنا ليس لديه شيء ولا يستطيع الوصول إلى هذا المال الذي في بلده نعم فهذا نعطيه من الزكاة كم نعطيه ما يكفيه للذهاب إلى بلده Wir geben nur ihm so viel, sodass er sein Land wieder erreichen kann. نعم. هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.